باسمي وباسم الاتحاد النقابي والجمعوي لقطاع التاكسيات الصغيره بمدينه الجديده. كيف سيعلم الجميع الاخوان في ظل هذه الظروف العصيبه التي تمر منها العالم وتتمر منها بلادنا لهذا الوباء اللي صاب بلادنا، الاتحاد النقابي والجمعوي بمدينة خدا على العاتق ديالو اطلاق عده مبادرات. المبادره الاولى كانت هي نقل المرضى ديال قصور الكلاوي والمسنين بالمجان وذوي الاحتياجات الخاصه. دابا بدينا في المرحله الثانيه وهي المبادره الثانيه، وهي درنا واحد القفه اللي غادي نعطيوها لاخواننا السائقين اللي معوزين، اخواننا السائقين المرضى مرض مزمن. هذه المبادره ثاني دابا رحنا دابا الان هذه المبادره غادي يبداو يفرقوا في الكفاف، غادي يبداو يفرقوا الاخوان، ومازال مبادرات اخرى جايه في الطريق ان شاء الله، منها ديال التبرع بالدم، لان احنا كي قلنا في هذه الظروف العصيبه اللي تتمر منا بلادنا ولا المخزون ديال الدم ناقص بزاف، بغينا نقوموا بهذه المبادره باش نعتقوا الاخوان ديالنا المرضى اللي خاصهم الدم. خدينا على عاتقنا ديالنا مبادره احنا باسم جمعيه النور اتحاد النقابي مدينه الجديده برئاسه السي عبد القادر بلغيت وعبد الله فاصيله والاخوان الاعضاء. خدينا واحد المبادره باش نديروا واحد المبادره ديال تنقل المرضى من مدينه الجديده ذوي الاحتياجات الخاصه بالمجان جميع الامراض مدينه الجديده، وهذه المبادره خذوها كاع السائقين من مدينه الجديده على العاتق ديالهم بالترحاب. وزدنا المبادره ديال القفه كما شفتوا، حنا راه تطوعنا كسائقين فيهم اللي ما خدامينش اللي باركين في ديورهم وعاونونا بالقليل وكثير، دخلنا فيها كاع شوافري ضامننا مع الناس خوتنا الشوافريه بحالنا اللي في حاله مزمنه. كنحيي الصحافه، كنحيي جميع الناس الاخوان اللي هما ساهموا في هذه المبادره هذه، من ضمنهم الناس المستغلين اصحاب المأذونيات اللي هما مستغلين لهذه سيارات الاجره اللي هما قاموا بمساعده الاخوان ديالهم الشيفورات كاملين على ان باش نديروا هذه القفه باش نساعدوا الاخوان اللي هما خدامين معنا وهما في حاله صعبه ومزريه. وبهذه المناسبه كنبغي نتحي ونوجه التحيه للسلطه المحليه، وكنبغي نوجه التحيه للامن الوطني اللي هو خدام وصاهرين على هذه المدينه اللي هي صراحه اول تقريبا مدينه اللي ما فيهاش باقي ما وصلهاش هذا الفيروس ديال كورونا، هي مدينه جديده لانهم منضبطين ومنضبطين لهذه المسائل اللي دارتها السلطه المحليه والسلطه بالنسبه للامن. كنعطي التحيه للاخوان ديال اتحاد النقابات بالرئاسه ديالهم السي عبد القادر بلغيس، وكنشكروا الاخوان السائقين يعني اللي ساهموا معنا، الاخوان ديالهم اللي هم مراد مساكن عندهم اراض مذنب، وكنشكروا ارباب الطاكسيات اللي هم ساهموا معنا منهم الاخ السي الحاج خنوس، منهم السي ابراهيم مول 507، منهم اخ عطيف، منهم الحاج علي، منهم كاع جميع الناس ارباب الطاكسيات. كنعطيهم واحد التحيه وكنشكرهم على التضامن ديالهم معنا على السائق اللي هو ما بقاش مسكين كيخدم، ما بقى عنده حتى شي حاجه. وكنشكروا جميع الاخوان السائقين المهنيين ديال مدينه الجديده الصف الثاني. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.